والله وفجر الدون. خبر عاجل وعم يطلع من صحيفة سبورت العالمية، رونالدو قرف من اليونايتد وعم بيطلب وكيل أعماله يشوف له فريق تاني. والله يا محلى اليوفي، باليوفي لعب 3 مواسم وبالآخر طلب يفل، راح على اليونايتد يلي هو بيته القديم أقل من نص موسم طلب يفل. هلا هو معه حق وما معه حق، ما معه حق بأنه اليونايتد هن يلي كبروا لرونالدو وبالآخر هلا بنص موسم بدي يفل من الفريق، بس معه حق بأنه اليونايتد فريقه كله على بعضه هيدا الموسم، وبكل موسم من بعد ما فل أليكس فيرجسون منه فريق فوتبول. من بعد اعتزال أليكس فيرجسون ب 2013 اليونايتد شو عملوا إنجازات؟ يوروبا ليج، اف اي كاب، شو في غيرون؟ يا خيي كمان معه حق الزلمة، ما في رونالدو ينافس على أفضل لاعب بالعالم وأفضل هداف بالعالم ولا بالدوري الإنجليزي وعم يلعب مع 10 خشبات بالملعب. هلا بيجيني واحد راس مربع بيقول لي ليك اوعى تحكي على اليونايتد هذا الفريق بتاريخ ناديك، على راسي وعيني إنه اليونايتد تاريخه أكبر من تاريخ تشيلسي، كلنا بنعرف هذا الشيء، بس من بعد خروج أليكس فيرجسون لا بطول بالك، لأنه ليستر سيتي عاملين إنجازات أكثر منكم بآخر 9 سنين. يعني أنا بصراحة ماني مستغرب هذا الشيء اللي قدامكم، إنه رونالدو طلب من وكيل أعماله يفل من الفريق وياخده على فريق تاني، بس رونالدو مين حياخدك بهالعمر وبهالراتب يلي بتاخده؟ مستحيل تلاقي فريق كبير عم ياخد رونالدو بهالعمر وبهالراتب. للأسف رونالدو من أول ما ترك ريال مدريد والزلم يضاع، رزق الله هديك الأيام يلي كنت فيها أكبر هداف بتاريخ المارينجا الملكي.